رئيس وزراء الجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، معالي السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، السيد موسى فاقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، السيدات والسادة، بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما اطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمثاراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين. السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية. وفي هذا الصدد أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. ثانيا، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك استمرارا لخطة عمل يوكوهاما التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل شينزو آبي. ثالثا، ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية، سعيا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. رابعا، تبرز قضية تغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهامة التي تتطلب تكاتفا دوليا. ومن هذا المنطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر الكوب 27 على إعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية في هذا الصدد. ونتطلع إلى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولي الهام، وأشكر سيادتكم لحسن الاستماع. شكرا لكم على هذه المداخلة وعلى هذه التصورات التي توليتم تقديمها، وعلى المبادرات التي قام بها فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. فتحية لكم وتحية لفخامة الرئيس وتحية للشعب المصري. ولا ننسى الدور الكبير الذي قامت به مصر في إنشاء فكرة الوحدة الإفريقية وفي تصور عمل هذا المنتظم على الصعيد الإفريقي.